رفيق الحريري فوق اللي عم يتطلع عندك أنا أعراضي عن سعد شو عم يعمل سعد ولا كان قال في ما فيني في أخطاء صارت أكيد في أخطاء يعني الواحد دائما بيطلب رضا الوالدين وإن شاء الله يكون راضي سمير جعجع هل أنت مرشح في الانتخابات المقبلة؟ لا لن تترشح لا لا مزبوط صح كيف تعملها هي؟ مش رح تصطدم بهالمشروع التاني؟ حزب الله وأمله يمثلوا اليوم ثلث الشعب اللبناني وموجودين على الأرض اللبنانية بدنا نتعامل إحنا وياهم إذا هذا الرئيس شو المطلوب منه ومنو؟ بالحديث تفضلت له قلنا أنه ربما تكون الرئيس تسوي أنا بعتقد بالوقت الحاضر اختيار رئيس ووجود رئيس جمهورية يكون باب لهدنة طويلة تمهد لتسوية من لبنان أبو نافي برأيي أنا أعرف جيدا هذا الملف لقد تحدثت كثيرا مع القادة الإيرانيين بهذا الموضوع وهم واعون أن الأسرة الدولية مستعدة للتفاوض بطريقة جدية معهم مع إيران والوصول إلى تسوية مهم جدا من وجهة نظر اقتصادية وتكنولوجية وتجارية ماذا عن مستقبل هذا البرلمان؟ ماذا عن لبنان؟ عن النظام في سوريا؟ كل هذه المواضيع نطرحها اليوم مع رئيس البرلمان الأوروبي انضموا إلينا إلى هذا اللقاء مباشرة كان من الأسهل علي أن أستقيل صحيح كان من الأسهل علي فكرت شي مرة بالاستقالة دائما أفكر في الاستقالة بالضبع إذا وصلت مثلا رأينا أن هناك ضرب استخدام القوى العسكرية يعني خلال أسابيع قليلة سنرفع قضية ثالثة على عدد من الكوماندوز الذين شاركوا في الهجوم على أشكانيتا ضد قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام ما هدف هذه القنبلة؟ تدمير إسرائيل فعلا أم يعني سيطرة شيعية على العالم الإسلامي؟ أنتم تلقيتم أجوبتنا على مثل هذا السؤال مرارا ولا أعتقد بأن هناك أرضية لطرح مثل هذا السؤال إنني أتصور بأن الدول العربية والمسلمة ليس من مصلحتها وليس لها مصلحة في عدم التقارب مع إيران على أي حال إن الاستقلال له تكاليفه طبعا لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يحصل على شيء من دون ثمن يعني أنت شو بتقول إحنا أنا بعتبر مستمر في الجامعة العربية لا تريد أن يا أخي مستمر هو في وضع مطروح تاني ما فيش يا اخي الامور هي اذا انا عندك يعني عندي اذا مليت وتجرت من هذه لما المهمه اللي تعبت يعني هقول لك هبلغك لو كان الثمن لانقاذ السودان هذه المشكله استقاله الرئيس السوداني هل مستعد الرئيس عمر البشير ان يعني يستقيل لانقاذ النظام السوداني او انقاذ السودان هذه الهجمه الغربيه عليه والله طبعا هو الهدف ليس عمر البشير هذا السودان الهدف هو السودان ألا يتناقض يعني الطرح القومي مع كونك رجل دين مسلم ممكن يتناقض إذا كنت رجل دين منكفئ ورجل دين مستبد ورجل دين أنظر للإمامة بصورة مغلقة نعم أولا استراتيجيتنا هو اسمنا حركة تحرير السودان لأنه حرر السودان من الصفوة ويعيش السودانيين موحدين متساويين قبل ما أتكلم عن المصاعب اللي موجودة الآن أريد أن أقول كلمة قصيرة عن التجربة هي بحد ذاتها هذه التجربة أحتسب أنها نشحت لأهلة أوامر كيف تفسر أن يصل يهودي إلى هذا المنصب الرفيع؟ جو ميرسي
أشكركم قبل كل شيء على إعطاء الفرصة للتعبير. أريد أن أذكر أن فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان يقول أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لا غالب ولا مغلوب. بدي أحكي أكثر عن ثم المغرب لا المغرب نصبقت با يعني لا لا لا, لا يست... ليس فيه استعداد أن يأتي أن تأتي الجهة يعني تقصي الآخرين وتدعي بأنه بسبب أن الإسلاميين خطر على الأمة كما وقع في بعض ما الدول. سيدي هو النظام السوري يبدو فعلا يؤجل موضوع الحرية والديمقراطية إلى حين التحرير الذي لا ندري متى تحين ساعة هذا التحرير. أخي الكريم النظام السوري يظهر بمظهر الممانع والمقاوم كما كان في الماضي يسمي نفسه من بلد الصمود والتصدي، لكن حقيقة الأمر المعروف لدى الجميع داخل سوريا وخارجها أن هذا النظام أبعد ما يكون عن الصمود وعن التصدي وعن المقاومة والممانعة. الأصل في العلاقات العربية أن تكون التواصل على أعلى مستوى وأن تكون أيضا في هناك وضوح في الرؤى حتى وإن لم تتطابق. أولا شكرا لك وشكرا للعربية و بتمنى لكم إقامة جيدة في الأردن وأهلا وسهلا فيك وأنا سعيد وفخور أن نلتقي معك وبرنامجك الذي أعتقد أنه من البرامج المهمة اللي كل الشعب العربي حقيقة بتطلع عليه باستمرار ويشاهده بشغف. شكرا شكرا لك. سؤال صحيح والتململ موجود ومعذور، يعني لا أريد أن أقول أن الشعب معذور. الموضوع ليس موضوع حماس أو الرئيس عباس أو مازن، الخلاف بيننا وبين حماس هو حول التوجه. نحن نؤمن أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية. أنا لم أسمع هذا الكلام أو على الأقل لم أفهمه في هذا الطريق. أنا ما سمعت بأن أنا أو إيران قالت إذا صار في اعتداء عسكري على إيران فسترد إيران على كل المواقع التي انطلقت منها العمليات العسكرية، وهذا حق مشروع وهذا حق. لماذا يعني لم تستعمل هذا الشريط حتى تخرج من السجن أو تثبت براءتك أمام العالم؟ الصبر مفتاح الفرج، ولقد قدمت ذلك الشريط المصور سابقا في عهد نظام مهاتير، لكن من سابع المستحيلات أن يصغي لي أحد من المحاكم أو من وسائل الإعلام، لكن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام هنا في الشرق الأوسط والهند ودول الغرب كانت متعاطفة معي.